السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب. نعم حياكم الله مشاهدينا، اليوم حلقتنا فيها زخم من المواضيع اللي ما ننصح أحد أن يفوتها. بعد شوي بنبدأ مع حجاجنا اللي بدوا يقصدون مكة المكرمة اليوم في الصباح الباكر، بنتابع كيف انطلقوا وبنتوقف مع شيخنا الشيخ شقر الشهواني عند واجبات وفضائل شهر ذي الحجة عند كل مسلم. نعم، وبعد راح نقوم بنقل مباشر من معرض صلتك اللي افتتحها منذ قليل في فندق الفور سيزن برعاية سمو الشيخ موزة، وبيوافينا من هناك موفدنا ناصر السلمين بعد قليل. وضمن فقرتنا الصحية يا حمد، نعم، اليوم بنتكلم عن عملية شائعة جدا هالأيام، وهي عملية تكميم المعدة مع الدكتور محمد الكواد. بعد الصباح راح يكون معنا ضيفنا محمد فهد القحطاني اللي بيحدثنا عن الدورة التدريبية 11 للقانونيين الجدد. ولا ننسى طبعا يا حمد باكر مباراة منتخبنا منتخب قطر وأوزبكستان، واللي بنتحدث عن تحضيراتها واستعدادات منتخبنا وتوقعاتهم مع ضيفنا حمد آل شافي. وبعد يا صباح فيه أكثر، خلوكم معنا للآخر على أساس نتابع تفاصيل باقة المواضيع اللي حضرناها لكم. صباح بكرة منتخبنا بيلعب. إيه لا إن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم التوفيق. هذه يعني أغلب المحللين يقولون أنها مباراة يعني مهمة ومصيرية حق منتخبنا. إن شاء الله يفوزوا. نتمنى لهم التوفيق. يلا بالثلاث نقاط إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نبدأ أول فقراتنا اليوم حق مشاهدينا. توكل على الله. بسم الله. مشاهدينا نبدأ أولى فقراتنا من حجاجنا، حيث انطلقت بعد صلاة الفجر مباشرة أول قافلة للحجاج متوجهة برا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. نعم صباح كاميرا الترحيب حضرت استعدادات الحجاج وشاركتهم فرحتهم وهم يشدون الرحال إلى بيت الله العزيز. يا بختهم. الحمد لله اللي وفقنا لخدمة الحجاج، فالكل الحجاج اللي طلعوا معنا لغاية الحين كلهم مبسوطين إن شاء الله. وإذي هذه فرصة طيبة عشان واحد يخدم الحجاج. والله الواحد يعني شعر براحة كبيرة جدا جدا وهو ماشي على الأرض المقدسة، لأن فيها جانب روحي يعني بدي الإنسان دفعة قوية ودفعة إيمانية مستمرة يعني. والله شعور لا يوصف، والحمد لله بالنسبة لي هذا كان حلم وتحقق، ومتمنى لكل مسلم عنده مثل الحلم إن شاء الله يتحقق. نحن نوصي للجميع الصبر، لأن الحج فيه تعب لازم مشقة فيه، وواحد يصبر في هذا، وإن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين. والله اخترت طريق البر لأنه طبعا طريق البر أحسن، وممكن يعني في مشقة أكثر، والمشقة الأكثر فيها أجر أكثر برضو. حاب يعني أكسب أجر أكثر وأكتشف الطريق، ويعني إن شاء الله يكون أجر أكبر ويتقبلنا رب العالمين. تابعنا معكم مشاهدينا تغطية الجماعة أول ما يروحون المكة، الله يرزقنا إن شاء الله حن وياكم مشاهديننا حجة إن شاء الله في السنة هذه أو السنوات الجاية بإذن الله تعالى. فضل شهر ذو الحجة وما يستحب فيه من طاعات وأعمال، فالعمل في هذه الأيام أحب إلى الله. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو ضيفنا الشيخ شقر الشهواني. يا مرحبا ومسهلا يا شيخ. حياكم الله مشايخ، شو اخباركم؟ الله يسلمك ويجزاك الله خير على هالاستضافه. الله يجزاك خير ان شاء الله. رحب فيك في برنامج ترحيب وفي قناه الريان، طل هي قناتك الرئيسيه. ما في شك. يا مرحبا. بدايه شيخ، يعني احنا ودنا نتكلم بشكل عام عن فضائل الايام العشر الاول من ذو الحجه. اي نعم. والله يعني الكلام شيء يعني الواحد شيء يقول عنها، يكفينا الله عز وجل في كتابه، تعرفون الله عز وجل من صفاته انه عظيم. نعم. والله لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم الله عز وجل في كتابه بكثير من الآيات، فأقسم بالشمس وأقسم بالليل الله. وأقسم بالفجر، فقال والفجر وليال عشر. نعم. قال قتادة ومجاهد ليالي العشر إنما هي أيام ذي الحجة. العجيب أن سبحان الله كثير من الناس ينشط في رمضان. نعم. كثير من الناس ينشط في مواسم معينة وتعدي عليه هذه العشر سبحان الله دون أن يستغلها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث فقال
يعني في عمل أفضل من هذه العشر؟ كان يحثهم صلى الله عليه وسلم على التسبيح وذكر الله عز وجل ولا الأعمال الصالحة. فيسأل أحدهم يقول له: هل الجهاد في سبيل الله أعظم من هذه الأيام العشر؟ الجهاد ذروة سلام الإسلام، يعني شيء عظيم تقدم مالك ونفسك في سبيل الله، هل الأيام العشر أحسن ولا الجهاد؟ فقال: لا، إلا أن يكون المجاهد ذهب بماله ونفسه ولم يعد بشيء، ولا لو عاد بشيء فالعمل في هذه العشر أفضل. مع أن إحنا تعدي علينا يعني يستفيد منها الحجاج، أما اللي ما حج تعدي عليه مسكين. مع أن شيخ كم نسبة الحجاج من الأمة الإسلامية؟ 1%، 2%؟ أقل. والباقيين مساكين المفروض يعني يستغلونها، واستغلالها شيخ بأشياء كثيرة. الله يرزقنا إن شاء الله. آمين. الله يرزقنا حجة حوياكم، حرمنا إياكم أجرها. شيخ شقر، أفضل أعمال اللي ممكن نقوم فيها في هذه في العشر أيام هذه؟ والله شيخ، بأعمال كثيرة، التسبيح وذكر الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أقل شيء يعني، حتى اللي عاجز من أي حاجة يقعد على الأقل يسبح ويذكر. الذكر مو بشيء بسيط. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، مجاهدين وصحابة يقول لهم سبق المفردون، قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله عز وجل، احنا ما نقول يعني ان الانسان يذكر الله مره ومره، ينسى مره ويذكر مره، لا، يكون ذكر الله عز وجل دائما على لسانه. نعم. وجدنا من المشايخ وبعض العلماء، شيخ بن باز، بن عثيمين، شيخ الاسلام بن تيميه، تجد بعضهم كان دائما يأنس بذكر الله عز وجل. نعم. يأنس بمعنى يعني بين اللقمه واللقمه يذكر الله عز وجل، لسانه رطب بذكر الله. نعم. عز وجل دائما: سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، سبحان الله. شيخ، يعني الله سبحانه وتعالى عطانا يعني، او يعطي المسلمين، عطانا مواسم للطاعات. صحيح. يعني في كل، عندنا العشر الاول من ذي الحجه، عندنا العشر الاواخر، عندنا رمضان، عندنا محرم، يوم يعني الجمعة. يوم الجمعه بعد يعني كل اسبوع. حدثنا عن هالمواسم وخاصه استغلالها يعني في الطاعات. كيف تعرف هذه مواسم؟ المؤمن الكيس يستغلها. انا وانت نقع في نوع من التقصير. نعم. احنا بشر، كل بني ادم خطاء، كل بني ادم، شوف كل يعني كل بني ادم خطاء. لكن إني يوم الجمعة الواحد يراجع نفسه، يكفر شوي سيئات، يشوف شو التقصير، يجي رمضان يكفر يراجع نفسه. نعم. يجي هذه الأيام العشر فيها يوم، سبحان الله، يوم عرفة مثلا. يوم يعني أتمنى ما أكون استبقت محور يعني من المحاور. شيخ، احنا قاعدين نشوف صور الحجيج هم توم يعني بينطلقون إلى مكة المكرمة، صراحة نغبطهم. نعم. على الله ينولنا وياكم. اللهم آمين، اللهم آمين. يعني شيخ، أنت حجيت من قبل ولا ما حجيت؟ يعني شنو شعور الواحد هو يعني من بداية الحج، منطلق الآن إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يعني ناوي يكفر عن ذنوبه، يكفر عن سيئاته في هذه الحجة؟ شيخ، خصوصا حجة الإسلام اللي هي الحجة الأولى، يعني اللي واحد يحجها يكون دائما لها طابع غير، يعني خلاص أنت بهذا الركن أتممت الأركان الخمسة. بهذا الركن سبحان الله، الله ذكر سورة الحج. نعم. ذكر فيها مرتين وصف المحسنين، وانت تعرف الاسلام اسلام مراتب. ايمان واحسان. الاحسان يعني انك تعبد الله كانك تراه، منزله فإلا عظيمه شيخ، فعلا تكون تراه. طيب، بس تبقى هذه منزلتين كلها. لا. في منزله الاحسان. انت خلاص اللي خلصت الحج خلصت اركان الاسلام. والعجيب حتى في القران تجد سوره الحج ثم بعدها قد افلح المؤمنون. خلاص انت يعني اركان الاسلام تمت. أصحر. يبدا قول الله عز وجل: قد افلح المؤمنون. نعم. رساله انا يعني تسمحوا لي اوجه رسالتين، رساله للحجاج وجه راحتك مره، ورساله لغير الحجاج. انا الحجاج يختمون هذه الفرصه، انت ذكرت شيخ انه في مواسم. نعم. الحج هذه كانها بعثه خارجيه، سبحان كورس مده يمكن اسبوع حق بعضهم، بعضهم 10 ايام، لكن الموفق من استغل هذا الفصل سيصيبه نوع من الاذى، لابد يصبر. يجيك الشيطان من مداخل كثيره، من صوب الاهل، من جار يضايقك، من تقصير يقع من الحملة بقصد أو غير قصد، أمور كثير، التعب، الإنسان بطبيعته عجول شيخ. فهو بس يستغلها. تعرف الدورات كل الشركات تبعث طبعاً. بعض الناس يرجع من الدورة استفاد نص ونص، بعضهم راح انبسط وعود، وبعضهم يرجع شخص ثاني، يرجع شخص ثاني. اللي يرجع شخص ثاني هذا الشخص اللي يرجع من الحج كيوم ولدته أمه. نعم. ما عليه أي شيء من الذنوب. هذه للحجاج. هذه للحجاج. طيب، ونصيحتك حق اللي ما حجي؟ اللي ما حج بجسده يحج بقلبه، بيضحي ولا ما يضحي؟ نعم. عليه ضحية، إذن يمسك من أظافره، يمسك من شعره. إيه نعم، يقلد الحجاج، يتمنى قلبه يكون معلق مع هالبيت. نعم. المعمور. يتمنى يكون وياهم، يسارع في الخيرات شيخ، في أمور كثيرة عظيمة، بر الوالدين، يسعى في والديه سواء كانوا أحياء أموات، يبرهم في هذه الأيام العشر صدقة، يحط 100 ريال، ما نقول مبلغ كبير، 100 ريال كل يوم عشر، كل يوم هو يكتب من المتصدقين، لا يحط 100 ريال مرة واحدة، عنده 1000 يوزعها على العشر، كل يوم يتصدق، كل يوم يقرأ له ورد من القرآن، كل يوم يذكر الله عز وجل،
يصل رحمة وصلة الرحم وايد عظيمة شيخ. شيخ يعني أنت ذكرت الآن يعني أنت قلت أن الناس اللي يروحون دورات ويرجعون يتغيرون. إحنا عندنا في الإسلام أن الأشخاص اللي يروحون إلى طاعة ويرجعون من الطاعة ويتغيرون يمكن هاي من علامات القبول. نعم يعني هي من علامات القبول. نعم كما دلت كثير من الآثار شيخ مثل ما أن السيئة تتبعها سيئة. نعم سبحان الله السيئة تجر سيئة والحسنة كذلك تتبعها حسنة. لذلك يقولون من صام رمضان أتبع ست من شوال كأنها علامة قبول. نعم تي نعم هذه بعد هذه الحج نفس الشيء موسم تجي بعد سنة جديدة عاد. نعم يقبل على الله عز وجل بنفسية وبإيمانيات عالية. صلى الله يعني لا يحرمنا وياكم الأجر ويبلغنا هذه المنازل العظيمة. احنا يمكن نتكلم عن الإحسان لكن احنا مو يعني نسأل الله ان نذوق هذه اللذة. انا جايز للكلام عشان كذا ساكت وخلي صباح اليسر كان انا مستمتع بالحديث الصراحة. شيخ يمكن اليوم الأهم في العشر هو يوم عرفة. نعم يعني احنا لو خلينا نتكلم الآن عن فضل يوم عرفة وفضل صيامه خاصة يعني. طيب يوم عرفة شوف سبحان الله يوم عرفة يعني يوم الوقفة ويوم الوقفة والناس كلها سبحان الله حتى يعني اللي ما حج تلقاه صايم في غالب الناس الحمد لله مع انه سنة الصيام يعني مش واجب عليه. نعم. سنة على اللي مو بحج سنة ايه لا في بعضهم ترى يحج الحاج ما يسن له يصوم. ايه في بعضهم ترى يحج هاي معلومة نحب نوضحها حق المشاهدين ان في بعضهم يحج ويرهق نفسه ويصوم ذاك اليوم. لا جزاك الله خير احسنت هذه نظرة فقيه يعني اساس يلطف باخوانه ما لهم سنة ان يصومون. لكن اللي شيخ صام هني فيما رواه مسلم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه يكفر الله به سنتين يكفر الله بس يوم واحد تصومه تحتسب عند الله سنتين تكفر. يا اخي رحمه الله عظيمه ما رؤي الشيطان اخزى من ذلك اليوم ينزل يرى رحمه الله عز وجل تتنزل من السماء حتى يظن انها تدركه لكثره الرحمات اللي تنزل. يا شيخ يكفيك ان الله عز وجل يباهي بهؤلاء القوم الملائكه يقول انظروا الى عبادي. تخيل انا وانت يعني احنا ناس عاديين ترى هذه مو مقصود فيها الانبياء مو مقصود فيها الصحابه مو مقصود فيها ناس مخصصين بل يباهي الله بهم الملائكه. يباهي تخيل الله يفتخر فيك ترى الواحد والله يفتخر نفسه والله شيء اي والله يستحي والله تخيل عقب هذا يباهي الله بك ثم تعصي. وأنا ما أتكلم عن المعصية هي لو أن حد يشوفك من الناس اللي أنت تقدره تستحي لما يشوف في معصية. أي والله شيخ بارك لما يشوفك رب العالمين ورب الشخص اللي شيخ يعني أنا بعد أتكلم هني تحديدا مو بالذنوب اللي نقع فيها بالخطأ في ذنوب يمكن الشيطان يأخذ مني كذبة يأخذ مني كلمة لكن ودك الواحد ما يستمر على الذنب اللي على طول. مربوط بعقد ربوي شهريا يوميا هو فيه يدخل قاعد يستنزف منها حسنات على طول. إيه مشكلة أن هذه الذنوب شيخ مستمرة يعني توبتها يعني تحتاج يعني يجاهد نفسه بس أنه بيقطع باب على الشيطان بيقطع باب النار بيسده عن نفسه. زين شيخ يعني الآن إحنا تكلمنا عن يوم عرفة تكلمنا عن فضائل العشر بدنا نتكلم عن الأشخاص الناس اللي ودهم يضحون. نعم شو اللي يجب عليهم وخاصة أن بكرة إحنا بندخل العشر أحسن أهلا بكرة 30 الآن ليكون 30 أو هو طبعا ما يجب عليه احنا نقول على رأي المذهب. نعم. اللي هو المذهب الحنبلي وهو مذهب الدولة على حديث مسلم أيضا أن ينبغي عليه أن يمسك من أظافره وشعره. نعم. لكل من أراد أن يضحي أنه ما يأخذ منهم. طيب واحد أخذ منهم ضحيته أيضا مقبولة. هل يأثم؟ على المذهب يأثم بس طبعا بسبب الخلاف الفقهي ضحيته تكون صحيحة لكن خلينا نقول هو ترك السنة. إذا ما واحد انت بتضحي وانا بضحي حلو. انا بحج مثلا انت بتضحون وانا بحج الشيخ انت امسكت جزاك الله خير. نعم. انا يا اخي قلت وين امسك وكذا وقرفت اظافري اضحيتي مقبوله وضحيتك مقبوله لكن انا مو مثلك انت احسن مني. انت احسن مني انت امسكت طبقت السنه اقتديت بالحجاج الحجاج لان امسكه وانت اقتديت بهم. نعم. انا اقول بس ما اقتديت ومن نوى وسعى ليس كم من نوى وقعت. فأنت يعني أحسن الشيخ ناخذهم بالعزيمة شيخ. نعم. ناخذهم بالعزيمة يمسكون إن شاء الله. الشيخ شقر الشهواني نشكر لك حضورك في برنامج ترحيب إن شاء الله لنا استضافات قادمة إن شاء الله معك الله خير وسعيد أيضا ونحج مع بعض إن شاء الله بإذن الله يبلغنا إن شاء الله تعالى. مشاهدينا بعد الفاصل برنامج الجسر الأكاديمي ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال ونقل مباشر من معرض صلتك ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدين ولازلنا متواصلين
معكم في برنامج ترحيب. نظم برنامج الجسر الأكاديمي عضو مؤسسة قطر اللقاء السنوي للأهالي والطلاب مع العاملين بالبرنامج الأكاديمي، كما تم فتح باب القبول للالتحاق ببرنامج الجسر الأكاديمي لعام 2013. مشاهدينا، لمعرفة المزيد حول هالموضوع معنا في اتصال هاتفي الدكتورة موزة البعنين، مساعد مدير مساعد قسم شؤون الطلبة. في البداية نمسي عليك بالخير أستاذة. مساء النور. يا هلا. يا مرحبا بك. في البداية ودنا تكلمينا عن الهدف من تنظيم هذا اللقاء، ويعني وين تكمن أهميته؟ بالنسبة حق إيش عفوا؟ اللقاء اللي سويته، شو الهدف منه؟ لقاء إيش لو سمحت؟ اللقاء السنوي اللي سويتوه مع أولياء الأمور. لقاء السنوي. عفوا أنا ما سمعت لأن بداية البرنامج. مو مشكلة. طبعا إحنا أولا برنامج الجسر الأكاديمي هو أحد برامج، هو أحد مراكز مؤسسة قطر. وتم افتتاحه عام 2001 تحت الرعاية الكريمة لسمو صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، ويهدف إلى تأهيل طلاب الثانوية للخريجين الثانوية للالتحاق بالجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية في قطر وفي جميع أو حول العالم. طبعا رسالة برنامج الجسر الأكاديمي هي لإطلاق قدرات الإنسان مثل ما هي مؤسسة قطر تهدف لها الشيء، ولتأهيل الطلاب بحيث أن نساعدهم على أساس أن يلتحقون بالجامعات الموجودة في المدينة التعليمية وتخدمهم، تستطيع هذه الجامعات أن تقدم لهم خدمة. طبعا احنا نحاول نحن دائما نكون على اتصال مع أولياء الأمور على أساس يساعدون في دعم أبنائهم للمزيد من الاجتهاد والمزيد من التحصيل ليحققوا الهدف المنشود، وهو الالتحاق بأحد جامعات المدينة التعليمية أو الجامعات المرموقة حول العالم. إن شاء الله. دكتورة، حدثينا عن الدور الذي يقوم به قسم شؤون الطلبة في الجسر الأكاديمي. قسم شؤون الطلبة يقوم بدور تأهيل الطلاب أو من ناحية الشخصية وتأهيلهم. طبعا البرنامج مش بس أكاديمي، يعني هو بالإضافة إلى المواد الأكاديمية هناك الأنشطة والفعاليات التي تؤهل الطالب وتعمل على صقل قدراته ومهاراته، بحيث أنه يكون الطالب يعني من جميع النواحي متأهل للالتحاق بالجامعة، من ناحية الشخصية، من ناحية الأكاديمية، من ناحية الاجتماعية. فبرنامج قسم شؤون الطلبة ينظم أنشطة مثل الأندية، أندية مثل نادي المناقشات أو المناظرات، نادي الصحافة، نادي الروبوتك اللي هو الإنسان الآلي، أندية كثيرة رياضية وترفيهية وأكاديمية، نادي الكتابة. هناك العديد من الأندية والأنشطة التي توجد في برنامج الجسر الأكاديمي التي يشرف عليها قسم شؤون الطلاب. وفي نفس الوقت هناك الكثير من الفعاليات والورش العمل والأشياء هاي كلها اللي مسؤول عنها قسم الطلاب، بحيث مثل هناك نظام الإرشاد الأكاديمي بحيث أن نقوم بتدريب الطلاب على المقابلات التي سوف يجتازونها ويتقدمون لها عندما يقدمون للجامعات الالتحاق بالجامعات، ندربهم على كيفية اللقاء وعلى إعداد السيرة الذاتية، كل هاي الجوانب. زين أستاذة موزة، طبعا في البداية احنا نشكركم صراحة على الأنشطة اللي تقايمين فيها والأندية، يمكن هاي يكون من أهم الأشياء عند الطالب، يعني الجسر الأكاديمي مش بس أكاديمي بحت، بالعكس يعني في جانب ثاني وهو جانب تثقيفي وفي أنشطة ثانية. أستاذة موزة، احنا ودنا نسألك عن الإعلان عن فتح باب القبول للالتحاق في هالبرنامج، يعني شنو هي شروط الانضمام لبرنامج الجسر الأكاديمي؟ شروط القبول لبرنامج الجسر الأكاديمي جدا بسيطة، ويعني في متناول الطالب المجتهد العادي.
يعني المفروض الطالب ليلتحق بالجسر الأكاديمي أن يكون حاصل على 80% في الثانوية العامة أو بي درجة سي، وأن يكون حاصل على الآيلتس 4.5 أو 5، يعني في التقدير في التقديم المبكر 5 لما يقدم في يعني قبل الموعد المحدد، ولما يكون مقدم في الموعد العادي 4.5 أو 85% و80% يعني. دكتورة العلمي 80% ولا 85%، والأدبي كم؟ هو ما عندنا علمي وأدبي، كلها هي عندنا احنا موعدين للتقديم، موعد مبكر يعني هم كلهم يقبلون، ولكن لإتاحة الفرصة للطلاب المتفوقين أكثر نعطيه نقدم لهم يعني موعد مبكر للتقديم، وهم يكون الحاصلين على 85% و5 في الآيلتس. واما التقديم العادي في الوقت العادي يكون العادي 80% يقدمون و4.5، والكل مقبولين يعني. نعم. طيب دكتوره في 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 اخر سؤال لنا معك، متى ينتهي البرنامج وتاريخ طبعا اللي هو الانتهاء من التسجيل والقبول؟ مواعيد التسجيل والقبول مثل ما قلت لك من قبل، انه عندنا موعدين، موعد التسجيل او التقديم المبكر، موعد التقديم المبكر يبتدي من 1 مارس إلى 30 إبريل، والتقديم العادي من 1 مايو إلى 15 يوليو. نعم. هاي للفصل الدراسي الأول. أما بالنسبة للتقديم الفصل الدراسي الثاني فمن 5 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. نعم. يعني الحين في إمكان الطلاب اللي راقبين أنهم يلتحقون بالجسر في الفصل الثاني ممكن الحين يقدمون يعني لنا. نعم. 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 دكتورة موزة البعنين، مدير مساعد قسم شؤون الطلبة من الجسر الأكاديمي، شكرا على هذه المعلومات. ننتقل يا حمد الآن إلى ملتقى سيدات الأعمال. مشاهدينا، بهدف إنماء قطاع المشاريع الناشئة في قطر والانتقال إلى ثقافة ريادة الأعمال، نعتذر عن هذا الخطأ التقني الآن. ننتقل ملتقى سيدات الأعمال بس بعد شوي، لكن سمعنا بعض المعلومات اللي ذكرتها يعني أنا جزء الأكاديمي. أنا ودي يعني أقول نقطة يعني أوجهها حتى للطلاب اللي خلصوا الثانوية وللحين ما دخلوا أي جامعة أو أي مكان تأسيسي. الجسر الأكاديمي يعني من أكثر الأماكن اللي تهيئ الطالب إلى دخول المرحلة الجامعية، هو تخلي الواحد يقدر ينتقل بين المرحلة الثانوية والجامعية وتهيئ أفضل تهيئة لدخول المرحلة الجامعية. نعم. طيب صباح، إيش رأيك الحين نطلع على تقرير تحديدا اللي هو بدأت اليوم أعمال ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بحضور سيدات أعمال وشخصيات بارزة اجتماعية وسياسية من قطر والبلدان العربية. اليوم طبعا في الملتقى الثالث لسيدات الأعمال اللي يحدث في الدوحة، وإحنا عملنا مرتين قبل ولقى نجاح الحمد لله كبير، وهذه السنة الثالثة طبعا لاحظنا إنه يكون في عدد أكثر، وفي ضيوف جونا من برا الدوحة كمان أكثر من كل سنة. بتشكر القائمين على المؤتمر ملتقى سيدات أعمال القطريات، وهي دعوة كريمة في دولة قطر الشقيقة بحضور متميز لسيدات أعمال وسيدات من مختلف القطاعات في العالم العربي وفي العالم أيضا، لسيدات رائدات في مجالات مختلفة. الإيد الوحدة ما تصفق، فإحنا كاقتصاديين بدون الحلول الاجتماعية وحل مشاكل الاجتماعية ما نقدر نطور نفسنا، فإحنا اخترنا أن يكون معنا كمان من القسم الاجتماعي.
في خضم الربيع العربي هناك متغيرات كثيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فدور المؤتمر هو تسليط الضوء على دور المرأة بالتحديد، وأيضا دور المجتمعات العربية والقطاع الخاص فيما بعد الربيع العربي، وكيف يمكن لهذا الدور أن يكون مؤثر بشكل إيجابي والاستفادة من هذه المتغيرات بحيث البناء على الإيجابيات وتقليل من السلبيات لتطوير قطاعات الأعمال والتخفيف من البطالة والفقر والتي هي كانت الأساس في إطلاق الشرارة في موضوع الربيع العربي. المرأة الخليجية موجودة طبعا، إذا ما كانت تتكلم يعني بشكل عالي أو هذا، بس هي موجودة في الشركات العائلية، موجودة في الكوربوريت الشركات الكبيرة، يعني موجودة تعمل فيها في مراكز عليا، فأعتقد المرأة متواجدة. لكن بعد نحن نحب أن نحن نشوف تواجد أكثر للمرأة، أصبح الحين التحدي هو أن المرأة هي تتحدى نفسها أنها تكون موجودة، أنها تتشجع أنها تكون موجودة في الأماكن اللي يفترض أنها تكون موجودة فيها. طبعا حمد يعني ما شاء الله، يعني احنا كل يوم قاعدين في قطر ولله الحمد، كل يوم مؤتمر ملتقى، قل ما شاء الله، قلت ما شاء الله طبعا، قل ما شاء الله، الحمد لله الله يدوم هالملتقيات، والحمد لله يعني كلنا نستفيد منها ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. ننتقل مشاهدينا الى موضوع ثاني، بهدف انماء قطاع المشاريع الناشئه في قطر والانتقال به الى ثقافه رياده الاعمال، ومن اجل زياده معدلات نجاح الشركات الجديده الناشئه، اطلقت مؤسسه صلتك اول شبكه في قطر للاستثمار في المشاريع الصغيره والمتوسطه. نعم، للتعرف عن كثب مشاهدينا على هذه المبادره، ننتقل مباشره الى مكان الحفل في فندق فور سيزن مع موفدنا وزميلنا ناصر السلمين. يا مرحبا ومسهلا يا ناصر، حياك الله. مرحبا يا حمد ومرحبا يا صباح، أمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام. طبعا مثل ما ذكرتوا ولا زيد على كلامكم، احنا متواجدين حاليا في فندق الفور سيزن في الدوحة، وحضور هذا الاحتفال أو نقول الشراكة بين رجال سيدات، نبدأ بسيدات بحكم بأول ضيف معنا راح يكون السيدة من رائدات الأعمال في قطر، ولكن احنا حاليا حضرنا هذه الشراكة وهذا الحفل بدأ طبعا، وراح نبدأ باللقاء. طبعا حضر عدة شخصيات كثيرة، ولكن احنا راح نبدأ طبعا مع السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات. مسي عليك بالخير صراحة في البداية، وودنا تكلمينا عن هذه الشراكة وسبب وجودك في هذا الاحتفال. مساء النور، أنا طبعا سعيدة اليوم في وجودي في الفور سيزن لسببين أساسيين. هم السبب الأول أن صلتك يصادف اليوم هو إنشاء صلة التي مهمة جدا بالنسبة لنا كسيدات أعمال، وهي بداية الشراكة بيننا وبينهم. في نفس اليوم يتزامن احنا كنا في السانت ريجز افتتاح ملتقى قطر الدولي الثالث لسيدات الأعمال، واليوم هو اليوم الأول، فاليوم يوم عزيز علينا جدا وأنا سعيدة بوجودي اليوم. فاحنا اليوم تجمعنا مع صلتك أهداف واحدة ومبادئ واحدة، فإحنا سعداء بهذا التواجد معهم، ولكن الصدفة اليوم هي اللي اجتمعتنا بالحقيقة، فرب صدفة خير من ألف مئة. ودنا تعطينا رأيك الشخصي كسيدة من سيدات الأعمال في قطر، ورأيك في صلة اللي تم الاحتفال فيها اليوم. صراحة المبادرة كانت رائعة وممتازة. طبعا أنا ما قدرت أحضر السيشن الأول لأن كنت مثل ما قلت لك كنا في سانت ريجز في عندنا افتتاح المؤتمر تبعنا، ولكن أنا طبعا أؤيد ما عملوه اليوم وسمعت عنه وكان كلام كله طيب، وجودي الحين هو طبعا يعني مع كثرة أشغالي وكثرة
المؤتمر للحين تو مخلصة وعلى طول جاية من هنا بس علشان أكون موجودة ومتواجدة وأشجع الوجوه الجديدة اللي موجودة اللي شفتها اليوم. نعم إحنا صراحة نشكرك السيدة عائشة الفردان صراحة يعني ودعمك أيضا للشباب والمستثمرين الصغار وحضورك وتواجدك في هذا الاحتفال ونشكر لك أيضا حضورك ووقتك معنا في قناة الريال الفضائية. شكرا شكرا جزيلا لك وإن شاء الله نشوفكم وتسمعون عنا أخبار طيبة قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. كذلك مشاهدينا الكرام معنا أحد المشاركين هذه البادرة صلة وإحدى طبعا القطريين المتميزين في برنامج واحد العلوم. تعرف عفوا جابر الحنزاب. نحييك أول شيء ونبارك لكم طبعا هذا التدشين وهذا المبادرة والاحتفال بهذا اليوم. طبعا أنت طلعت على المسرح ووضحت لهم شركتك اللي هي طبعا أنت المدير التنفيذي لشركة طراز. كلمنا عن هذه الشركة وعن الفكرة اللي طرحتها خلال ظهورك على المسرح قبل شوي. في البداية طراز احنا استوحينا اسم الشركة من تاريخ العرب. العرب كان عندهم مراكز صناعية في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر كانت تنتج أفضل المنتجات على زمانهم فكان هذه المراكز منها طراز فمن هنا جاء اسم شركتنا. زين ودنا أيضا تقول لنا رأيك في صلة في الحفل هذا. اي نعم هذه كانت فرصة بالنسبة لي أني أعرض الفكرة اللي عندي. إحنا كشباب عندنا أفكار وعندنا طموحات كبيرة ونستطيع تنفيذها لكن نحتاج دعم من الدولة ودعم من المستثمرين في القطاع الخاص عشان نوصل مشاريعنا إلى أرض الواقع إن شاء الله. نتوقع إن شاء الله بأنها نتمنى إن شاء الله أن يكون يعني توصلوا لمرادكم إن شاء الله كشباب قطريين وبأفكار قطرية. وصراحة ودنا أيضا توجه كلمة للشباب القطريين أو للشباب أصحاب الاستثمارات الصغيرة وش تقول لهم؟ صراحة الدولة الحين مثل هذه الأحداث مثل الصلة تشجع الشباب وتوفر لهم الملتقى مع كبار المستثمرين عشان يطورون أفكارهم وتصير إلى شركات واقعية. فأنصحهم منهم يخططون ويسعون وإن شاء الله راح يوصلون بإذن الله. زين وأنت الآن اليوم ودنا نعرف سبب وجودك مع صلة اليوم هل هو لطرح فكرتك فقط أو في أسباب ثانية؟ والله لسببين. أولا الشركة اللي أنا أعمل عليها شركتي الخاصة. نعم. وثاني شيء الحمد لله لوصولي في مراحل متقدمة في برنامج نجوم العلوم من أوائل القطريين اللي وصل لمرحلة الهندسة فتم استدعائي لعرض خبراتي أمام الناس إن شاء الله. نعم نتمنى لك التوفيق صالح ونشكر لك حضورك معنا في من خلال قناة الريان. الله لا يهينك. وياك يا ناصر يعطيك العافية. شكرا لك يا جابر الحزام. كذلك يا حمد ومشاهدينا الكرام معنا ايضا ضيف اخر من المسؤولين والمسؤولين في صله. حياك الله. هي صله وصلتك صالح. حياك الله معنا صالح الخليفي. تفضل يا سلام. الله يفديك. مرحبا وسهلا ونشكر قناه الريان للدعم المتواصل في تغطيه المشاريع وتغطيه المبادرات في قطر. اولا نتكلم عن ليش صله. الهدف الرئيسي من شركة أو من شبكة صلة هي ربط الشباب اللي عندهم أفكار واللي متحمسين يبغون يبدون برؤوس الأموال وخاصة المستثمرين اللي هم في نفس الوقت عايزين يدورون على الشباب يبغون يدعمونهم. احنا في مركز بداية صرنا تقريبا سنة من بدينا وشفنا أن في عدد كبير من الشباب اللي جاوا عندهم مشاريع ويبغون يبدونها وفي المقابل نشوف أصحاب المشاريع أصحاب الشركات في قطر أو اللي يسمونهم إنجلز ملائكة لأن ما يجيك مثل المستثمر العادي اللي هو هدف الرئيسي العوائد ولا هدف الرئيسي إنه يكبر شركته وأرباحه. هدفه دعم المجتمع ودعم الشباب من أصحاب هذا المجتمع. فشفنا أن هذا المنطلق موجود في أكثر من الدول في أوروبا وفي أمريكا فقلنا ليش ما نبدأ نحاول نخلق هذه الشبكة في قطر. فبتواجد مؤسسة صلتك أخذت مبادرة ومركز بداية اللي أنا رئيسه وبنك قطر للتنمية وجهاز المشاريع الصغيرة وعدد من اللاعبين في مجال الشركات الصغيرة في قطر. نعم صالح الخليفي صراحة نشكر لك يعني هذا الشرح الوافي. الله يبيض وجهك ونتمنى لكم التوفيق في هذه المبادرة اللي قمتوا بها إن شاء الله اللي هي صلة ونتمنى لكم التوفيق. وأنا صراحة يعني يسعدني ويشرفني أن أنا أشوف شباب قطريين يعني يقومون بمثل هذه المبادرة. الحمد لله شرفنا. الله يسلمك وندعو دعوة حق أي من الشباب اللي يواجهون على التلفزيون اللي عندهم أفكار ولا عندهم مشاريع يبغون يطلعون على المنبر ويلقون مشاريعهم. اليوم كل واحد من الشباب جابر والإخوان كان عندهم دقيقتين أن يكون على المسرح ويلقون أفكارهم أمام رجال الأعمال. نعم. فأي من الشباب اللي له الفرصة أنه وعنده
الفكرة وعنده العزم، بس تواصل معنا وإن شاء الله كلنا مدعمين مشكورين. شكرا جزيلا لك صالح الخليف، يلا لهينا. الله يعطيك العافية. طبعا مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام وكذلك زملائي إخواني في الاستديو، تعرفنا على يعني صلة وعلى ما تقوم بهذه المبادرة والشراكة بين رجال الأعمال. أتمنى بأن نكون وفقنا في هذا النقل المباشر، وأتمنى لكم التوفيق، وأرجع لزملائي وإخواني في الاستديو في ثراحب. شكرا جزيلا لك يا ناصر، ما قصرت وبيض الله وجهك. كان صراحة يا حمد عجبني صالح الخليفي، ووجه دعوة من خلال قناة الريان مشاهدينا، ونوجه الدعوة خاصة نفس ما قالها صالح إلى كل الشباب اللي عنده مشروع، فكرة مشروع معين يبي دعم، ناقصة شيء، ما عليه إلا أنه يتوجه إلى مركز بداية نفس ما قال صالح، أو أي مركز من المراكز الموجودة عندنا اللي تدعم المشاريع الصغيرة وتنمي قدرات الشباب. نعم والله ما قصر صالح، وقبله بعد جابر والأخت عايشة الفردان، كلهم ما شاء الله عليهم قاعدين يدعمون الشباب، حتى صالح يدعم بدعوة، جابر مشارك، وعايشة بعد من اللي يدعمون. في شيء أخير ناصر، بكرة مسافر الحج، الله يرد نسيم نقول له دعنا معك في الحج. الله يرد بالسلامة إن شاء الله. اللهم آمين إن شاء الله. مشاهدينا بعد الفاصل بنكون مع فقرتنا الصحية لليوم اللي هي بنتكلم فيها عن تكميم المعدة، خلوكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا، ولا زلنا متواصلين معكم في برنامج ترحيب من قناة الريان الفضائية. مشاهدينا، أصبحت البدانة تشكل الهاجس الأكبر لدى جميع الناس في العالم أجمع، ولكن بفضل التطور السريع الذي يشهده المجال الطبي، أصبحت العمليات الجراحية اليوم تساعد في خسارة الوزن بطريقة أسرع. عملية تكميم المعدة من أكثر العمليات اللي تم إجراءها في الفترة الأخيرة. كاميرا ترحيب زارت مستشفى حمد العام ورافقت الدكتور محمد الكواري إلى داخل قسم العمليات لتنقل لنا كيفية وتقنية إجراء عملية تكميم المعدة. ندخل معا إلى غرفة العمليات ونشوف هذا التقرير. مثل ما انتم شايفين عندنا اليوم طويل، راح يكون عندنا 9 حالات، لكن نتمنى الفائده والسلام الجميع. العمليات بنأدي عملية تكميم معدة، وهي من أكثر العمليات شيوعا في المستشفى. تقريبا في السنة نأدي 500 حالة لجراحة السمنة. العملية تأخذ من بين 45 دقيقة إلى ساعة ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ابتدينا الحين العملية، حطينا أجهزة المنظار مثل ما انتم شايفين. العملية تكون على الشاشة، نشوف الأعضاء على الشاشة. قدامنا الكبد، والحين قاعدين نمسك المعدة، ويتم تحرير المعدة من الأنسجة عن طريق جهاز الهارمونيك اللي هو جهاز تحرير الطاقة. اوكي نعم تمام. Same thing.
you insert the mid sleeve tube. طبعا مثل ما انتم شايفين خلصت العمليه، هذه المعده بعد ما تم ازالتها، هذا الجزء المدبس وهذا الشكل الطبيعي للمعده. بعد ما نشيل المعده طبعا دائما نتاكد انه ما في اي علامات تسريب او اي شيء مقلق، وهاي المعده طالعه ما شاء الله ممتازه. طبعا خلص المريض الحمد لله، العمليه استغرقت ساعه وربع تقريبا وما كان في اي مشاكل. اتمنى طبعا كورس مريح للمريضه بعد العمليه في فتره النقاهه. مشاهدينا شفنا معكم عملية تكميم المعدة اللي قام فيها الدكتور محمد كواري. طبعا فيه أجزاء كانت حفاظا على مشاعر الناس، أو حتى عشان ما يقرفون ولا يتضايقون من الأشياء اللي شافوها، فاضطرينا نحط مثل الشفاف على الأجزاء في العملية، وفي مناظر احنا شلناها حفاظا على اللي هو مشاعر الناس مثل ما قال صباح. ومعنا كذلك في الاستوديو محمد الدكتور محمد الكواري، زميل جراحة السمنة في مستشفى حمد العام، على أساس يحدثنا أكثر عن تقنية هذه العملية الجراحية وأهم فوائدها. يا مرحبا يا دكتور. حسستني أني مجرم يوم لا دكتور، إحنا شفنا إحنا في القناة شفنا، لكن بعد إحنا ما حبينا المشاهدين يشوفون. يمكن بعض الناس صح بالضايق. حياك الله دكتور مرة ثانية. أول شيء ودنا نسألك، شنو اسم المسمى الصحيح للعملية؟ يعني في ناس يقولون تكميم وفي ناس يقولون تدبيس، شوف هي شنو العمليه؟ هي الاسم من المسمى العلمي بالانجليزي هو سليف جاستريكتومي، وسليف اللي هي جايه من الكم، لان شكل المعده بعد ما يتم التدبيس يتم تقريبا زي السليف او زي الكم، فهاي الاسم العلمي. في ناس قاموا يسمونها مثلا تدبيس لان فيها تدبيس، بس هذا الاسم غير صحيح، لان كل العمليات اي عمليات سمنه وحتى عمليات القولون يكون فيها تدبيس. فيه تدبيس. يعني الاسم الصحيح تكميم. زين وش شنو هي اختلافاتها عن العملية الثانية اللي هي عملية ربط المعنى المعدة؟ أنا مساعة قاعد أقول المعنى. ما أدري إيش. لا هو ربط المعدة هي عملية يعني كانت تعدى بكثرة في السابق، هي تستخدم جزء بلاستيك مثل التيوب. مثل العجلة تنلف حول رأس المعدة. وهذا موصول بخزان، خزان تحت الجلد يتم تعبئة الربط هذا بالماء لزيادة يعني تسكير المعدة. ويتم تخفيف إذا هاي. فهو جهاز طبعا كان له مساوئ، لأنه كان جهاز جسم غريب، في كثير من الأجسام كان سبب التهاب أو أنه ما يتقبله أو أنه يدخل داخل المعدة يسبب مشاكل كثير يعني. وأكثر سبب كان خلانا نبتعد عن هالعملية هو من نسبة الفشل عالية. طبعا دكتور الحين أي تصل إلى 70% يعني في أفضل المراكز، ولجأتوا إلى اللي هو تكميم المعدة. تكميم المعدة. طيب دكتور في وزن معين عشان الواحد يسوي العملية هذه؟ المعدة طبعا هو ما له علاقة بالوزن، احنا نستخدم مؤشر الكتلة. بالوزن مع الطول اتوقع؟ اللي هو تقسم الوزن على الطول بالمتر تربيع. شلون دكتور؟ يعني مثلا وزنك 75 طيب نقسمه على طولك متر و77 تربيع. بيطلع اتوقع انت ما شاء الله بيرفكت، بيطلع 25. انا تقريبا نفس الشيء. زين دكتور، يعني احنا في التقرير شفناك مغسل يدك وداخل العملية بدون لا تمسك اي شيء، لهالدرجة يعني التنظيف والتعقيم اليد مهم. هاي جزء من البروتوكول اي عملية، انت لازم في البداية اللي يسمونه السكرابينج حق اي عملية يتم طبعا تعقيم اليد وبعدين لبس. انزين في سؤال يعني يتراود عند الكثير من الناس، اللي هو يعني شنو اللي تغير فسيولوجيا في جسم الانسان بعد ما يسوي العمليه؟ العمليه هذه في البدايه المعده عباره عن خزان، فلما نستأصل جزء من المعده اساس نصغر المعده، تخزين المعده يقل، فالمريض يشبع بسرعه وما يقدر ياكل اكثر من حجم معين. الشغله الثانيه اللي هي مهمه جدا حق
مرضى السكر بالذات ان العمليه يكون فيها تغيرات هرمونيه. في هرمون الجريلين اللي هو مسؤول عن الشهيه ومسؤول عن تنظيم الانسولين، هذا يقل بنسبه 80%، فيقل تقل الشهيه، بالاضافه الى ان يستوي المريض التحكم بالسكر اسهل. يعني ممكن تفيد الناس اللي عندهم مرض السكري؟ طبعا العمليه نسبه الشفاء من السكر تكميم المعده قاعد تتكلم عن 75%. ما شاء الله. نعم دكتور، هو مش التحسن، التحسن 95%. في بعضهم يفقد اللي هو علاج السكر وبعضهم لا يخف استخدامه. هذا اقول لك هو 75% تقريبا نسبه الشفاء و95% نسبه التحسن. يعني اللي ياخذ انسولين ممكن يقلل الجرعه الى النص او حتى يوقف الانسولين وياخذ حبوب. دكتور، هذه من الاشياء الايجابيه في عمليه التكميم. طيب ممكن يكون فيه امراض سلبيه لا سمح الله؟ طبعا اي عمليه جراحيه معرض انه يكون عندك في خطوره انك تستوي مضاعفات. المضاعفات الحمد لله نادره، يعني المضاعفات اللي الخاصه بهالعمليه هي الاخطار او ما بعد العمليه. دكتور، هو التسريب. التسريب اللي انه ممكن جزء من المقطوع من المعده هذا انه يطلع منه جزء من السوائل الافرازات المعده تسبب التهاب في البطن. يعني جروح في المعده نفسها؟ لا، من قاعد اتكلم عن المعده عملية. الجزء اللي ما عرفته ممكن تشوفه واشرح لك. زين دكتور، الحين لو تسرب شيء معين لا سمح الله يتعب الانسان يبين شيء عرض ممكن تعرفه. بس التسريب هو عشان طمن المرضى، هو تقريبا عالميا يقولوا لك 1-2% في اغلب المراكز. الحمد لله الحمد لله احنا عندنا النسبه لحد الان صفر. الحمد يعني تقريبا وصلنا الحين 700 حاله من 2000 و يعني العام 1500 والسنه تقريبا دخلنا على 300 حاله لحد الان، والاقبال يزيد. يعني الاقبال يزيد يعني. وهاي مو بس هنا، بس في العالم كله. يعني في كندا مثلا توني قريت مقال ان وصل الانتظار، قامت الانتظار عندهم الى 5 سنوات. لا اله الا الله، 5 سنوات؟ 5 سنوات. فالمشكله مشكله عالميه، وطبعا نقص الجراحين في هالمجال يعني هو اكبر سبب. يعني واحنا صراحه يعني حمد يعني والمشاهدين احنا نفخر فيك يا دكتور. الله يسلمك. يعني كشاب قطري يعني من النوادر انا اقول انت في هالمجال. الله يوفقك. ودنا ننتقل الى سؤال ثاني، يمكن مده الراحه اللي بعد العمليه وتدريج الشخص في الاكل. يعني هل من ممكن يعني بعد ما اسوي العمليه اكل وجبتي العاديه ولا احتاج تدريج معين؟ كيفك يا صباح؟ خلينا نسمع السؤال. لا هو يقدر يجاوب ترى. يا ابوي ياكل ويا لا يقدر يجاوب، ربعي كلهم مسويين العمليه. الله يسلمك. تدرج العمليه طبعا اول 3 ايام يكون بالسوائل، وبعدين بالتدريج ينتقل المريض الى الاكل المهروس، ومن ثم الى الاكل الخفيف والاكل الطبيعي. تقريبا تاخذ العمليه من بين اسبوع 6 اسابيع لانه يرجع الاكل الطبيعي، الى في بعض المرضى تاخذ معاهم اكثر، ممكن الى 3 شهور أو 4 شهور. افرق حسب الشخص يعني يختلف من شخص. دكتور، واحد من الشباب اواجهه ما شاء الله، انا اقول حق صباح قبل اللقاء متعافي وفي نعمه، راح يبغى ياخذ مواد على اساس يسوي العمليه هذه. هو بخير ما في شيء، بس انه متين بزياده. قالوا له لا، الاولويه حق مرضى السكر الظهر والضغط. تحطم الرجال. هاي وين؟ اعتقد راح مستشفى حمد ولا مستشفى والله، لكن لقى في الجدول ان الاولويه لمرضى السكر. احنا نحاول احنا يعني نمشي بالانتظار، قامت الانتظار. يعني نادر في بعض المرضى يكون عندهم مثلا ظروف خاصة وصعبة جدا ان احنا سكر او وزن. لا مو سكر، السكر لو كان سكر 60-70% من المرضى اصلا اللي يعملون يسوون العملية فيهم سكر، يعني ما تقدر. يعني هي على اللي يجي ويسجل على الانتظار القائمة. نعم. زين دكتور، يعني الان بعد الواحد بعد ما يسوي العملية، يمكن احنا شفنا يعني من الاشخاص اللي سووا العمليات في اشخاص يعني اجسامهم يعني اسمهم قلت ترهدل. يعني هذه طبعا اول في الفتره يعني الاولى بالرياضه مثلا. الرياضه طبعا جزء مهم في اي عمليه سواء كانت تكميم او ربط المعده او حتى التحويل، انك تحافظ على الجسم، تحافظ على البروتين في الجسم، على نسبه العضل في الجسم، فهذا ياثر على نشاطك، ياثر على فقدان الوزن انه يكون افضل. بالاضافه ان المريض ما يحس انه تعبان، ما يحس انه مرهق، يكون عنده احساس بالطاقه اكثر. الرياضه جزء يعني من اي انسان، لكن بالذات
بعد العمليه. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو الترهل، الترهل تقريبا في 20% من المرضى، خصوصا المرضى اللي يكون عندهم نسبه السمنه جدا عاليه، قد يحتاجون الى جراحه تجميل لاستئصال او ترتيب الزوائد هذه. نعم دكتور، يعني احنا قبل ما نختم ودي اسالك بسؤال عند الاشخاص الان اللي يسوون العمليه، احنا شلون ممكن نقدر نعوض او ناخذ الفيتامينات اللي احنا نحتاجها واحنا ما قاعدين ناخذ يعني اكل يعني صحي، عندنا عدد معين، المعده صغرت، مو متعودين على الشيء اللي احنا مقبلين عليه. طبعا هو المريض يحتاج انه يكون عنده نوع من احساس المسؤوليه، حجم المعده صغير، فهو لازم يكون عنده حس صحي انه ياكل الاشياء يعني اللي تفيده، ياخذ الاشياء اللي فيها بروتين عقب هالمتر وهالوزن. والله شوف، هو انا لاحظ ان المشكله مشكله التعلم، يعني ما شاء الله الكل ان سالته ولا ناقشته بيعطيك هو كلهم الجماعه كلهم بس مين اللي ينفذه واللي يلتزم؟ هاي مشكله، طبعا مشكله يعني توجه الشخصي، ثقافه شخصيه، بس قاعد احس انه قاعد تتحسن الموضوع. تعطون بروتينات حبوب دكتور؟ البروتينات في لها بعض المرضى اللي يكون عندهم نسبه البروتين تنزل خلال فتره المراقبه، قد نعطيهم بعض البروتين، مو بالكل، في بعض المرضى محددين يحتاجون. الفيتامينات بالنسبه للتكميم اول 6 شهور ننصح فيها، وبعدها لازم المريض يتابع معانا دوريا، يعني هي يمكن من اهم الاشياء اللي انا اوجهها خلال برنامجكم، ادعي مرضانا انه يجون للمراقبه يعني للمتابعة، لأن في مرضى كثير في المجتمع الالتزام ما يكون مضبوط. يسوي العملية ويروح. فيسوي العملية ويروح ويجيك بعد سنة ونص أو شيء ويكون عنده صار مشكلة. صار لي شيء. يمكن إحنا نحب إن إحنا إذا كان في مثلاً نقص في فيتامينات أو شيء، إن إحنا نتطرق له قبل لا يوصل المريض، نحن نعوض هال. نعم دكتور محمد كواري، زميل جراحة السمنة في مستشفى حمد العام، نشكر لك حضورك وعلى المعلومات الكثيرة اللي عطيتنا إياها وفدت المشاهدين فيها. الله يسلمك، وأنا سعيد بزيارتكم وشوفتكم. الله يحفظك دكتور، كما حاولك دكتور محمد. مشاهدينا بعد الفاصل بنتعرف أكثر على الدورة التدريبية 11 للقانونيين الجدد. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ونواصل معاكم برنامج تراحيب. شفتي حمد، يعني موضوع السمنه يعني له صدى في المجتمع صراحه. لا حتى الدكتور محمد ما شاء الله عليه نشيط وحريص ويسوي اعداد كبيره، الله يوفقه يعطيه الصحه والعافيه. والله يعينهم على قوائم الانتظار اللي عندهم. اي والله ربنا عاد ما يحتاج ولا ينطرون، يلا سوي يجي يبقى الموعد اليوم بكره يبقى العمليه على طول. نعم مشاهدينا، في إطار عمله الهادف لتحقيق سيادة القانون ونشر ثقافته في ظل دولة القانون التي وضعت أسسها القيادة الرشيدة، افتتح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الدورة التدريبية 11 للقانونيين الجدد في الوزارات وأجهزة الدولة الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات. نعم، للإطلاع أكثر على أهمية هذه الدورة معنا في الاستوديو الأستاذ محمد فهد القحطاني، رئيس وحدة الدراسات والبحوث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. يا مرحبا أستاذ محمد. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر قناة الريان وبرنامج تراحيب على الاستضافة هذه. الله يحييك. هو مركز الدراسات القانونية والقضائية مركز قانوني متخصص. نعم. يطمح لرفع كوادر القطرية. نعم. وإمدادهم بالمهارات اللازمة للعمل في المجال القانوني والقضائي. نعم. منها الدورات التدريبية، ومنها إصدار البحوث، ومنها المجلات، ومنها اللقاءات والندوات. الدورة هذه كانت الدورة 11 إلزامية. نعم ومستهدفين بها. أهل كنت ودي أسألك، يعني من هم الأشخاص المستهدفين من هذه الدورة؟ عندنا احنا نوعين من الدورات. نعم. اللي هي الدورات الإلزامية والدورات الاختيارية. الدورات الإلزامية هذه الزامية للحين. اي نعم، اللي بدت يوم الاحد. نعم. الدورات الالزامية مستهدفين فيها اللي هم مساعدي النيابة العامة. نعم. والقضاء. نعم. والمحامين تحت التدريب والباحثين القانونيين الجدد اللي ما مرت على خدمتهم 3 سنوات. والاختيارية. الاختيارية هي
بهدف تثقيف المجتمع بالمسائل القانونية، يعني تعرض على مأموري الضبط القضائي، على القضاء، في حالات القوات المسلحة، الشرطة طبعا. نعم، فيعني هي اختيارية فتطرح للكافة تقريبا الأشخاص عامة. نعم أستاذ محمد، المركز يهتم بإصدارات معينة، لو تحدثنا عن هذه الإصدارات. هو عندنا إصدارات اللي هي المجلة، احنا عندنا دكتور قاعدين نشوف مثلا من أحد الإصدارات هو ندوات قانونية، هذه واحدة منها؟ نعم، هذا الإصدار السادس هو يشمل الندوات القانونية اللي يقيمها المركز في الموسم الثقافي القانوني السنوي، فهذا الإصدار السادس فيه الندوات اللي السابقة، ويعني كل الندوات احنا اللي نقيمها نسجلها ونضعها في الإصدارات هذه. يمكن دكتور انتم هنا عندكم بعض المواضيع دائما تتطرقون لها في بعض الكتب، شنو هي اهم المواضيع اللي تتطرقون لها؟ هذه المجلة القانونية القضائية، العدد تقريبا السنة السادسة العدد الأول، وهي نصف السنوية، وصلت يعني العدد 11. هي اللي يعني الاهتمام في المركز ان نركز على التشريعات اللي لها يعني اهتمام في البيئة القطرية وفي المجتمع الخليجي، يعني يفضل البحوث اللي يتخاطب المجتمع القطري والمجتمع الخليجي. نعم ابو فهد، طبعا كل دورة لها متخصص في إلقائها، انتم عندكم متخصصين معينين في هالدورات القانونية؟ نعم، احنا نستقطب يعني لرفع مستوى الباحثين نستقطب نوعية من المدربين اللي هم أساتذة الجامعة، يعني دكاترة القانون، عندنا القضاة، وعندنا الخبراء القانونيين اللي يعملون في الوزارات الحكومية بشرط أن تكون مرت على خدمتهم في الوزارات 10 سنوات كخبير قانون. نعم زين أستاذ محمد، يعني ودنا تكلمنا عن الأنشطة الثقافية اللي يقدمها المركز للأشخاص عامة. هي عندنا احنا ندوات قانونية، وبالمناسبة هذه ونفس الندوات تحطونها في هالكتاب اللي اعطيتنيها. بالمناسبة هذه ودي أعلن عن ندوة، يعني بتكون الوسيلة الإعلامية الأولى اللي سابق الرياض، هي ندوة إن شاء الله يعني عن الحماية القانونية لمنع التعدي على الأديان. الحماية القانونية لمنع التعدي على الأديان، هي متعلقة بالموضوع اللي صار في النساء للرسول عليه الصلاة والسلام، وبتكون إن شاء الله يوم الخميس الجاي في فندق الماريوت الساعة 11 الصباح. الخميس الجاي في فندق الماريوت الساعة 11 الصباح، وبيحاضر الجلسة الأولى بيكون فضيلة الشيخ العلامة يوسف القاضاوي ما شاء الله. نعم، والجلسة الثانية بيكون بتتطرقون للنظم التشريعية الوطنية في هذا الخصوص، والمحور الثاني النظم الدولية في هذا الخصوص. الحضور من اللي بيحضر؟ هي يعني عامة وفيه دعوات و يعني حق شخصيات معروفة إن شاء الله. نعم الأستاذ محمد فهد القحطاني، رئيس وحدة الدراسات والبحوث في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، شكرا على وجودك معنا في استديو تراحيب، وشكرا على الدعوة اللي قدمتها لنا في هذه الندوة. حياك شكرا جزيلا. مشاهدينا، تنظيم من جهاز الإحصاء ومعهد اليونسكو للإحصاء، انطلقت اليوم ورشة عمل إقليمية حول تطوير مؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء العاملين في مجال استراتيجيات البحوث والتنمية التجريبية وكبار الإحصائيين العاملين في مجال إحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. تفاصيل أكثر ضمن هذا التقرير. ضمن خطة استراتيجية جهاز الإحصاء المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية، نقوم الآن بتوفير قاعدة بيانات شاملة للعلم والتكنولوجيا، وهذه الورشة تأتي ضمن الخطة نفسها في عملية التحضير لإجراء مسح ميداني متخصص شهر يناير. في خلال هذه الورشة راح يتم تصميم الاستمارات الخاصة بالمسح، بالإضافة إلى المنهجيات والمصطلحات اللي راح تستخدم في هذا المسح، وبالتالي يتم تعريف كل المشاركين سواء كان من دولة قطر أو من مجلس التعاون بكيفية استيفاء هذه الاستمارات.
المؤتمرات، وأيضا التعريفات والمنهجيات اللي راح تستخدم في إجراء المسح العلمي والتطوير. لا شك أنه خلال هذه الورشة سيكون هناك نقل لتجارب البعض إلى الآخر، أيضا هناك استفادة من تجارب الجهات المعنية، الجهات العالمية المعنية في مجال المؤشرات. كل هذه حقيقة التجارب لا شك أنها ستعود بالنفع على دول المنطقة في وضع سياسات للعلوم والتقنية والابتكار واقعية ومنطقية تتفق مع احتياجات كل دولة على حدة، وأيضا احتياجات دول المنطقة بأكملها، لأننا نمثل يعني دولة أو منطقة واحدة ذات اهتمام مشترك واحد. نتوقع من الورشة هذه أن احنا نطلع بالاستفادة من التجارب الدولية في رصد مؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار. في تجارب عالمية جدا ممتازة، دول المنطقة وبالأخص هي دول الخليج العربي لازم تطلع على هذه التجارب، تبتدي تحصر هذه المؤشرات. كثيرة هي المشاركات في البحث العلمي في دول الخليج، لكن من اللي قاعد يحصرها، من اللي قاعد يرصدها؟ هذه اللي احنا محتاجينها في دول المنطقة. هدف من هذه الورشة هي تعزيز قدرات دول مجلس التعاون حول إعداد وكيفية إنشاء وعمل مؤشرات اللي الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وأيضا حول تدريب العاملين على كيفية فهم أفضل لهذه المؤشرات وكيفية إعدادها. يكون إن هذه المؤشرات جديدة، حتى منظمة يونسكو بادئ العمل فيه في عام 2000 يعني في السنوات القريبة هذه، وهذه تعتبر الورشة الثانية اللي تعملها في المنطقة. نفس ما شفنا مشاهدينا هذه الورشة، للحديث أكثر عن هالورشة معنا عبر الهاتف السيد محمد سعود البعنين، رئيس قسم الإحصائيات السكانية بجهاز الإحصاء. حياك الله أخوي محمد ومساك الله بالخير في البداية. مساك الله بالنور ومرحبا فيكم وأشكركم يعني في البداية. لا شكر على واجب. بداية أستاذ محمد، ودنا تكلمنا عن أهمية هالورشة ولا سيما أنها تأتي على مستوى الدول الخليجية. طبعا هناك اعتراف متنامي بدور العلم والتكنولوجيا والابتكار كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وكمدخل لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. طبعا حتى أصبح هذا المجال سمة من سمات القرن 21 اللي هو الاقتصاد المعرفي. هذا بالإضافة إلى أن تطبيق هذه الرؤية على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بما في ذلك دولة قطر التي تخصص تقريبا ما يعادل 2.8% من ناتجها القومي للبحث والتنمية، وكذلك دول مجلس التعاون. ولعل يعني تزايد أعداد البحوث والدراسات في هذه المجالات بالدول النامية خير دليل على قيمة الابتكار كمحرك للتغيير، سواء تغيير على المستوى الاقتصادي أو على الجانب الاجتماعي، وكذلك التقدم السريع نحو تنمية مستدامة. هذا بالإضافة إلى أن فعاليات هذه الورشة تأتي قبل أيام قليلة من احتفال دولة قطر بإشهار استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالبحث والتطوير 2012. أستاذ محمد، لو تحدثنا عن أبرز المحاور في ورشة العمل هذه اللي أنتوا فيها. طبعا هذه الورشة راح تستمر لمدة 3 أيام من تاريخ 15 إلى 17 أكتوبر 2012. نعم. طبعا المحور الأول هو راح يتكلم عنه، وراح تكون هناك
الموضوع اللي هو موضوع السياسات العامة وإحصاءات العلم والتكنولوجيا والابتكار طبعا كسياسات عامة ودور البحث والتنمية من خلال مؤشرات الرصد مؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار لدعم الخطط العمل المستندة إلى البيانات. هذا من هناك أيضا عملية جمع البيانات على الصعيد الدولي واستخدام المعلومات المعطيات العالمية وأيضا المعطيات الدول العربية أو دول مجلس التعاون. المحور الثاني راح يكون هناك استعراض لتجارب الوطنية في عملية جمع البيانات الخاصة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار لدول مجلس التعاون. هناك المحور الثالث وهو ينقسم إلى قسمين، هو طبعا هناك يكون قياس البحث والتنمية، هناك يكون تعريف عن نشاطات العلم والتكنولوجيا ومجالات البحث والابتكار كأنشطة بحيث أن احنا نستعرضها كأنشطة وتزيد من عملية اكتساب الخبرة في هذا المجال. أيضا هناك قياس البحث والتنمية من خلال النفقات في عملية الإنفاق على البحوث والتنمية. هذا بالإضافة إلى أيضا راح يكون هناك استعراض تجارب الدول المتقدمة وكيفية استخدام الأدلة والتصانيف في عملية مسح العلم والتكنولوجيا والابتكار الأدلة والتصانيف المستخدمة في هذا الجانب. نعم. هذا بالنسبة للمحاور. نعم الله ليهينك يا أستاذ محمد سعود البعنين رئيس قسم الإحصاء إحصاءات السكانية بجهاز الإحصاء، بيض الله وجهك على هذه المعلومات وشكرا وما قصرت. مشاهدينا بعد الفاصل بنتكلم عن مباراة منتخبنا مع المنتخب الأوزبكي، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا في الفقرة الأخيرة من برنامج سراحيب لهذه الليلة. طبعا مشاهدينا تنطلق غدا المباراة المهمة اللي تجمع المنتخب القطري بنظيره الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال 2014 في البرازيل. مشاهدينا للحديث أكثر حول هذه المباراة المهمة نستضيف حمد بن مبارك آل شافي أحد مؤسسين شبكة الرهيب عشان نتكلم أكثر عن مباراة المنتخب. في البداية نرحب فيك أخي حمد، يا مرحبا بك في برنامج الرهيب. أنت حمد وشاكر لكم الاستضافة. الله يسلمك. الله يحفظك إن شاء الله. يا مرحبا. في البداية إحنا باكر مقبلين على يعني مباراة مهمة للكل، يعني المحللين يقولون هذه المباراة المصيرية حق منتخبنا، ودنا نتكلم عنها بشكل عام. هو صحيح ان بكره بالنسبه لي ان مباراه قطر وأوزبكستان اعتبرها ان اهم مباراه في التصفيات كلها، يعني حتى لو رجعنا التاريخ من قبل نشوف ان هذه افضل مناسبه ان احنا نوصل للبرازيل، بحيث ان احنا راح تلعب في ارضك، وحتى المباراه اللي بعدها يعني عندك الحين كل الفرق لعبت خمس، باقي لها خمس مباريات الا المنتخب اللبناني باقي له اربع مباريات. ولا تنسى شيء ان بكره راح تقابل ايران مع كوريا، ايه وايران الساعه 7 تقريبا، والمباراه بعد منتخب قطر يعني، ودافع فوق هذا كله من فريقك راح يلعب في ارضك وبين جمهورك، فانت ممكن بكره توصل لصداره المجموعه مش بس انك توصل الثاني، ممكن توصل للصداره وتامن انك راح توصل البرازيل. فهذه انا اشوف ان مباراه بكره فهي افضل مناسبه ان الجمهور كله يحضر. يعني ما اعتقد ان الدوله، ما راح اقول منتخب قطر، راح اقول الدوله كحكومه كشعب ما راح يحتاج شعبه مثل ما يحتاجه بكره. ومبارك متفائل بالفوز ان شاء الله بكره؟ متفائل جدا فوق ما تتصور. طيب بتحضر بكره المباراه؟ اكيد ان شاء الله راح احضر، يعني ما حضرت مباراه المنتخب من سنه 97 يعني ظروف خاصه. من 97 ما حضرت؟ اي والله من 97 من تصفيات كاس العالم 98. انت الحين تقول مباراه لكن مباراه بكره غير، هي مصيريه. اي طبعا بكره انت بكره راح توصل لصداره المجموعه اذا الله كتب لك ان شاء الله. الصداره ولا المركز الثاني الحين؟ الصداره
كم نقطه راح تتساوي مع منتخب كوريا بسبع نقاط ساوة. انت حاليا عندك سبع، عندك أربعة والايراني أربعة واللبناني أربعة، لكن اللبناني لعب باقي له اربع مباريات، انت باقي لك خمسه، احنا باقي لنا خمس. ايه طيب لو تحدثنا عن دور اداره المنتخب تجاه اللعيبه، قصروا معهم في شيء؟ شو اللي وفروه؟ شو اللي لا طبعا انا ما اعتقد ان سعد الشيخ حمد بن خليفه بن احمد قصر ورئيس الاتحاد، ما اعتقد انه قصر في اي شيء، يعني اعطاهم كل السبل اللي تقول لهم، يعني مثل ما يقولون اعطاهم الفوز على صينيه من ذهب، يعني بقياده المدير الفني توري، يعني اول مره اشوف منتخب قطر يلعب مباراتين تجربتين ورا بعض اللي هم في 8 و9 وممنوعه التصوير والاعلام، حتى الحضور الجماهيري كان ممنوع حضوره. أنا ما عمري شفت المنتخب حضر لعب مباراتين في يومين ورا بعض. هو اندل على شيء يا حمد، يعني يدل على أهمية المباراة، يعني عند بالفعل أهمية المباراة، أنت راح نفس بكرة نعم. ممكن توصل، مثل ما قلت توصل للصدارة إن شاء الله. طبعا إدارة المنتخب ما قصرت، مباراتين ورا بعض أنك تجيب منتخب، إدارة المنتخب ما قصرت في أي شيء. شوف الدولة عموما كده. ننسى الاتحاد هذا على جنب، الدولة عموما بما فيهم سيدي سمو الأمير وسمو الشيخ جاسم والشيخ تميم ما قصروا بأي شيء نهائيا. الحين الدور باقي علينا احنا كجمهور. مبارك المنتخب الأوزبكي ترى بعد قوي، هو قوي بس ما اعتقد ان بعد منتخب ما أذكر تاريخيا ما اذكر الأوزبكي فاز علينا في قطر. زين الحديث انا غلطان ناسي شيء، حشاك الغلط يا ابو مبارك. الحديث ممكن اكون ناسي بعد. لا 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 ان شاء الله باذن الله تعالى اتمنى والله اتمنى، حتى لو كانوا اقوياء احنا بعد قويين ان شاء الله تعالى. وعلى فكره مقطعك بخير يا حمد، ترى منتخب الاوزبكي جايك من درجه حراره اقل شيء اقل شيء خمسه، وراح يلعب درجه حراره 40 و35. السوالف ما انتهت معك، لكن معنا الحين عبر الهاتف خالد بن مبارك الكواري مدير اداره التسويق في الاتحاد القطري، على اساس يحدثنا عن التحضيرات اللي هم اعدوها للمشجعين واللي حاب انه يجي بكره ويشجع منتخب قطر ضد المنتخب الاوزبكي. مساك الله بالخير يا خالد. مساك الله بالنور اخوي حمد. يا مرحبا ومسهلا بك معنا في برنامج ترحيب. يا مرحبا يا شيخ، ورحب بك ورحب باخوي صباح والضيف اللي معك. نعم حمد مبارك الشافي معنا. في البدايه ابو مبارك، كيف حالك ابو مبارك؟ الله يجمل لي حالك يا خالد. أبو مبارك لو تحدثنا عن التحضيرات اللي أنتم محضرينها بكرة للمشجعين للمنتخب. طبعا أخوي حمد احنا نبدأ التحضير كان من فترة حق هذه المباراة. نعم. طبعا بالتنسيق مع الجهات، سواء كان المجلس الأعلى للتعليم أو سواء كان المدارس الجاليات والجهات الحكومية. نعم. بالتواجد لهذه المباراة، أعتقد أنتم تفضلتوا وقلتوا كلام جدا رائع أن المنتخب هذا مش منتخب اتحاد كرة القدم، هذا منتخب قطر يمثل الجميع. نعم. فأعتقد أن هناك بكرة دور كبير على أجهزة العلاقات العامة في جميع وزارات وأجهزة نعم. الدولة أن تقوم بدورها بهذا الجانب وتحفز أيضا موظفينها بالحضور للمباراة. أعتقد أن جميع الأمور مهيئة، احنا كان عندنا حملة ترويجية لتعبئة الجماهير كانت في سوق واقف وأيضا في مجمع اللاند مارك، والحمد لله أن كان التجاوب معنا جيد، وإن شاء الله أنه ينعكس بكرة في أرضية الملعب. طبعا طبعا مثل ما أنتم عارفين أن المباراة بتكون الساعة 3:25 دقيقة في استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وطبعا هذا الملعب تربطنا فيه علاقة حميمية، ملعب البطولات نفس ما نسميه. بالضبط إن شاء الله، بالضبط. إن شاء الله جميع بطولاتنا كانت من هذا الملعب. إحنا طبعا في نقطة جدا مهمة أخوي حمد وأخوي صباح، أن الجميع لازم يقوم بدوره، الجهاز الفني له دور، الجهاز الإداري له دور، اللاعبين لهم دور، الجمهور أيضا له دور. فأعتقد أن إحنا هذا هو المربع إن صح التعبير، اللي لو حطينا يدنا في يد بعض ممكن نوصل لنتيجة إيجابية إن شاء الله. بكرة إن شاء الله طبعا الأبواب بتكون مفتوحة للجماهير قبلها بساعتين تقريبا، الساعة 1:25 في هناك مكان أو مدرج مخصص للسيدات، وأيضا رقم 2 ومخصص للعائلات رقم 3، وجمهور القطري مدرج رقم 5 و6 و7، وفي جمهور مخصص للجالية
الأوزبكية. احنا نتمنى من الجميع أن يتواجد بوقت مبكر. طبعا مثل ما انتم عارفين أن وقت الظهيرة بيكون فيه الزحمة المرورية. فاللي حاط يعني في باله أنه يحضر هذه المباراة وهذا واجب على الجميع يطلع من وهل المباراة. بالضبط يطلع من وهل يصلي العصر يصلي العصر في الملعب ويأخذ كرسية. بالضبط أخوي حمد. احنا طبعا هيئنا أكثر من مكان لتأدية الصلاة، تقريبا هناك في ثلاث أماكن، في طبعا الجامع اللي في نادي السد، وفي أيضا خصصنا منطقة كبيرة سواء حتى للسيدات وأيضا للجمهور للرجال، يعني أن يكون هناك مكان لهم لتأدية الصلاة. فأعتقد أن جميع الأجواء أو جميع الأمور مهيئة لحضور جمهورنا الوفي، وإحنا عارفين أن جمهورنا بيكون إن شاء الله على ثقة إن شاء الله يكون متواجد وهو يعرف دوره في هذا المجال. خالد بن مبارك الكواري مدير إدارة التسويق في الاتحاد القطري، يعطيك العافية وما قصرت. الله يسلمك. نرجع لك حمد، يعني احنا الحين بنتكلم عن الحضور الجماهيري، شفنا خالد ايش قال. لاي مدى يعني الحضور الجماهيري ساهم في تعزيز الروح عند اللعيبه نفسهم؟ يعني في الملعب غير طبعا، اكيد في الملعب غير، يعني غير انك تشوف مباراه في التلفزيون، انك تحضر في الملعب وان اللاعب مجرد يسمع احد من الجمهور بس يقول اسمه، اعتقد انها ما في اكبر منها حافز. يعني خالد الكواري ما قصر، ذكرني سعادة وزير البلديه اليوم بالفعل بدوا توزيع تذاكر على موظفين البلديه بما فيهم انا، وهاي يعني بادره تحسب سعادة الوزير ويشكر عليها. ما اعتقد ما اتوقع ان وزاره البلديه فقط، يعني اتوقع ان كل الوزارات عملت هالشيء. نعم في قناه الريان المذيعين بكره طبعا ما راح ما عندي تغطيه بحضر هذا واجبكم للزملاء اللي يشتغلون معنا في قناة الريان، انهم يحضرون بكره معنا، احنا عازمينهم هذا واجبكم، يشجعون على اساس يشجعون ويشوفون المتعه وشلون نطلع بالثلاث يعني مفات. هذا ما راح نحسب عليكم جميل ولا نحسب على جميل على سعادة الوزير، هذا واجب وكل قطري اكيد ان اللاعب يسمع، يعني مثلا يسمع حمد الشافي يقول برافو عليك يا وسام او طلال، هذا راح يعني راح يحس فيها داخل ملعب صح، راح يعطي كل اللي يبيه. فانا اتمنى بكره حضور جماهيري. واحنا يا حمد يعني لو نكون واقعيين، لعبتنا اكثر شيء يحمسهم الدفع المعنوي من قبل الاداره، أكيد الحضور الجماهيري، الاغاني التشجيعيه، الحجم احنا تكلمنا ان الاداره خلاص الاداره الحين شلت ايدها من الموضوع، الحين الدور باقي اثنين، باقي المدرب في الملعب والجمهور في المدرج. الاداره ما قصرت سواء من رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفه بن احمد ولا الشيخ ولا سعد خالد الكواري ولا ان شاء الله من يكون، الحين جاء دورنا احنا كجمهور. اجل بكره ودنا المسؤولين في بعض او في اغلب الدوائر الحكوميه انه بكره يرخصون افضل اجازه داوم صلي الظهر وترخص المسؤول ان شاء الله يكونوا المسؤولين متعاونين بكره لا ان شاء الله عشان يمدي الواحد يوصل بيته يبدل الحضور بكره الجماهيري يكون فوق ما تتخيل ان شاء الله اتوقع ان الجمهور الاوزبكي راح يكون خلف المرمى فقط احنا راح تكون عندنا ثلاث اقسام المنصه ومقاول المنصه وورا الجول نعم فانا اتمنى ان اي مكان مخصص للجمهور القطري ما يكون في كرسي فاضي. سؤالنا الأخير قبل لا نختم اللقاء ما أكيد أبو مبارك، إذا فاز إن شاء الله بإذن الله تعالى منتخبنا بكرة، الحظوظ على أساس إحنا نوصل 2014 وش؟ الحظوظ هذا أنك يتوقف على مباراة كوريا وإيران، أنت أن إيران تدخل معك في الصراع وتفوز أنت إذا الله كتب أنت وتفوز بكرة إن شاء الله. ومنتخب إيراني بعد يفوز راح تكون ثلاث فرق في الصدارة صحيح كوريا وقطر وعمل حسابك راح تلعب آخر مباراة مع كوريا في ملعبهم. فنتمنى من رايي انا يعني مثل ما يقولون أسوأ الشرور بكره منتخب الكوري يفوز على الاقل اصعد كاس العالم كثاني انت راح تصعد كاس العالم كاس العالم راح يقول لك متصدر مجموعه اول وصل كاس العالم احنا تحمسنا نبغي المباراه بكره عشان نشجع ونخلص احنا نتمنى نفوز بكره لكل حاز ان شاء الله حديث ان شاء الله والله يوفق اللعيبه نبغي دعوه منك للجمهور بشكل سريع ما والله ما اعتقد الجمهور القطري بالذات ما اعتقد انه يحتاج تذكير والله تذكير ساعة كم كله تم احضروا بكره بس ان شاء الله والله احضروا بكره والله ان فالكم الفوز بس باذن الله تعالى حمد مبارك الشافي احد مؤسسي شبكه الرهيب كنت معنا في استوديو الرهيب على اساس نلقي الضوء على مباراه بكره بين المنتخب القطري والمنتخب الاوزبكي اللي راح تكون ان شاء الله الساعه 3:25 دقيقه في ملعب البطولات في نادي السد لازم تحضرون اكيد مشاهدينا وحمد طبعا خلاص بعد مباراه المنتخب
يوقف الكلام. إن شاء الله الآن الكل من الجمهور بكرة إن شاء الله نتمنى تواجدكم مشاهدينا وتواجد الجمهور القطري اللي ذكرنا فيه خليجي 11 وخليجي 17 والأيام الحلوة والبطولات. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الحلقة من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات أو للتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني ترحيب@الريان.tv. نشوفكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج ترحيب. مع السلامة. في معنا.